اولا حبيت نسيق مع الجمعيه والوزاره الوصيه ودار الصانع فكتنظم هذه الجمعيه هذه المعرض هذا المعرض العروس وهذا الشيء اللي كانت كتطمح ليه الغرفه ديال الصناعه التقليديه انها دير معارض موضوعاتيه فالان بدات بهذا المعرض ديال العروس فمعرض العروس الان اللي هو كما كتشوفوا عنده واحد النجاح كبير وكبير جدا بالمجهودات مشتركه بطبيعه الحال بالجماعه ديال الجماعه ديال انفا والجماعه ديال المعارف والغرفه ديال الصناعه التقليديه والجمعيه والوزاره الوصيه فكله كان عمل مشترك لانشاء هذا العرس هذا فالان حنا كنطمحوا ان شاء الله كاين معرض اللي هو معرض اسلامي اللي غادي يكون في المعرض الدولي في غضون هذا الشهر هذا المقبل ان شاء الله اللي غادي يكون حتى هو فيه الصناعه التقليديه واللي كيخص غير الصناعه التقليديه الاسلاميه فالان حنايا كغرفه ديال الصناعه التقليديه ديال جهه الدار البيضاء هذا الشيء اللي كنا كنطمحوا ليه منذ المجيء ديالنا الغرفه ديال الصناعه التقليديه والان فبدا كيتاتى بالنجاح ديال هاد المعارض هادو والتعريف بالمنتوج ديال وفين وصلت ليه النكافه البيضاويه والمغربيه خاصه. شنو هي الكلمه اللي تقول وزاره الصناعه التقليديه هنا بالدار البيضاء العرس الجدد اليوم؟ فاولا الغرفه ديال الصناعه التقليديه والوزاره فهما خصوا واحد المجموعه ديال الهدايا لهاد العرسان هادو بالنسبه لهم كاين واحد ثلاث ايام بفندق من الفنادق خمسه نجوم كاين واحد الرحله لمدينه مراكش والعرس كله اللي غادي سميتو اللي غادي تكلف به الجمعيه واللي غتمولو الجمعيه ان شاء الله. تريتور برستيج ناديه حركه ناديه مانجر. يعني كيف شفتي الحفل اليوم؟ الحفل اليوم عاد بدا وكنشوفوا بانه ناجح لان في الساعه الاولى تبارك الله الناس كاين ناس انتريسي بزاف. كيدوز العمل ديالكم انتما وانتما تريتور هنايا في الدار البيضاء ياك؟ يعني شرحنا العمل ديالكم كيتوافق مع الحفل هذا اليوم. بالنسبه للمهنه ديالي انها مهنه شريفه مطلوبه كتبغي لا كاليتي والجوده كتبغي الكلمه خصوصا انا ولات المنافسه ومنافسه جديده في هذا المجال. كاينه المنافسه ومرحبا بالمنافسه لان المنافسه بصح في صالح لي ماريي وفي صالح الكليان وهاد المهنه كتبغي انسان يكون شريف تكون عنده الكلمه تكون عنده الجوده باش يحتفظ بالكليان ديالو. جيت انا لهذا المعرض لانه اولا معرض تقليدي واللي فيه تعرضوا يعني كل ما هو ضروري بالنسبه للعروسه وللعروس وتنعتبر ان الاهميه ديالو فيها جوج يعني جوج مستويات كاين هناك المستوى الاول اللي هي التقليد عندنا تقاليد في وخاصه نحافظوا عليها لانه الاعراس ديالنا حقيقه عندهم واحد التقاليد هي عريقه للضروري المحافظه عليها. العرسان اليوم باقي ما ساليتش والمستوى الثاني هو اقتصادي لان احنا تنعرفوا يعني الاعراس والتكلفه ديالهم والان كاين هناك منافسه ما بين النقافات اللي يصبح العدد ديالهم كبير وكذلك العمل ديالهم تطور اذا هذه مناسبه ثم كاين هناك الجانب الاجتماعي لان كاين هناك جمعيه التي تدعم بعض العروسات والعريس اللي غتزوجهم يعني بانها غادي تكلف بمصاريف الزواج. كلمه اللي تقول للعرسه اليوم؟ مبارك مسعود والله يكمل بخير. كلمه للشعب المغربي والبيضاوي. ايوا البيضاويين ان شاء الله تنتمنى لهم ايام سعيده وايام ان شاء الله اللي غتجي المستقبليه تكون احسن مما الايام اللي تنعيشوها اليوم. من المستفيدين فداء الحفل ديال الزواج الجماعي هنا بالدار البيضاء، يعني الشعور ديالكم؟ الحمد لله سهلوا لنا الامور ووصلنا لذاك الشيء اللي كل واحد يتمنى يوصل له وذاك الشيء اللي بغيناه ما حققناش لنا حقنا هذه الجمعيه هذه. يعني الكلمه اللي تقولوا اليوم للناس الحضور اللي كاين هنا والجمعيه والازواج الجدد اللي معكم؟ تنباركوا لكل الازواج
وتنشكروا الجمعيه على هذه المبادره الطيبه اللي دارت لنا، وتنشكروا كل من ساهم وشارك في هذه المبادره وشكرا للجميع. انا فرحانه بزاف وكنشكر كاع اللي ساعد في هذا الشيء، وكن فرحانه بزاف الحاجه نعيمه. شوقي زاد وليدي يا اهل بيتي، سعد فرحي بوليدي، سعد فرحي بوليدي، وهي نفسي سيدة زهل مكناسية، ولكن أنا كنعيش في كازا غير يعني من مدة وأنت في كازا؟ كبرت فيها، غير الأصل مكناسي وحنا ما كنكروش الأصل ديالنا. شرح لنا العمل ديالكم اليوم في إطار هذا الحفل البهيج اللي كاين اليوم هنا في القاعة المغطاة. بالنسبة لي أنا معلمة نكافة ومشاركة في هذا المهرجان تاع الجمعية ديالتنا. حنايا الآن الدور ديالنا باللي غادي نلبسوا، كل معلمه غادي تلبس عروسه وغادي نديروا لهم العرس ديالهم اليوم نتاع الثلاثين ان شاء الله، وغدا ان شاء الله الاربعاء غادي يكون عندنا عرض نتاع لي موديل، كل نقافه غتخرج الموديل ديالها، ويوم الخميس ان شاء الله يعني في ثلاث ايام، فيه ثلاث ايام ان شاء الله، ويوم الخميس غادي يكون عندنا عرض نتاع الهزات العماريه العرائس اللي حنا اللي الجمعيه ديالنا مكلفه بهم. هاد العماريه كتسمى عماريات كريستال، دابا هاد الموضه هي اللي كاينه الاخرى، هي اخر ما كاين، هي الجديده. نعم هادي كلها بالفريغ، كلها مفروغه، كيصوبوهم غير اللي كيكونوا فايتين بيجوتري، فايتين كيكونوا ذهبيه، هما اللي كيصنعوا هاد العماريات. من طبيعة الحال. وهنايا دايرين تصويرة، فرحانين بمولاي الحسن الثالث معلقين الفوطو ديالهم مع سيدنا الله ينصرهم. هذه عمارية نتاع النطع. هذه عمارية نتاع النطع. هذه عمارية النطع كارتي. هذه حتى هي بلدية لها عشاقها ولها كل واحد عنده عشاقه، ومن هذا الشيء كله على حساب على حساب كل زبون والامكانيات ديالو. البنات اللي خدامين معايا دابا عندي جايبه معايا سبعه، ثلاثه راهم تيلبسوا في العروسه، اربعه كيلبسوا في العروسه، وثلاثه هما معايا على حساب العرس. هما معنا اكثر، كيكونوا لا كانوا عندك العراس ثلاثة ولا أربعة ولا جوج راه كتدي بنادم بزايد، كان عندك عرس واحد راه كتدي أربعة، وتدي الجلاسة اللي كتجلس مع الماتريال في البيت، وكتدي المساعدة اللي كتمشي تمد وتقرب. أنا في حقيقة سعيد المشاركة اليوم، لأن أولا أنا عندي ثقة في الجهة المنظمة، الناس كنعرفهم كيعملوا بجدية وكيحبوا فعل الخير، وهو كيدخل في إطار الاحتفالية بالعرس المغربي، وهذا شيء جميل لأننا كنحتفلوا بالتراث ديالنا، وأنا جد سعيد بالتواجد. الكلمة اللي تقول العرسان الجدد اليوم، العرسان اللي كنقول لهم هو أنهم كنتمنى لهم بالتوفيق وبالنجاح، وان شاء الله يكون زواج مبروك وتكون ذريه صالحه ان شاء الله الرحمن الرحيم. كلمه للجمهور ديالك. الجمهور اللي كنقول لهم انا بفضل الحب ديالهم انا جو كونتيني اكزيستي كوميم، ميرسي بوكو، كنقول لهم شكرا، وكنتمنى انني نعطيهم اقصى ما عندي لانني باقي ما عطيتش حقيقه داك الشيء اللي كيتمنى مني الجمهور المغربي. من عند واحد الممثل ديالنا سمو مكوار الصديق، وجيت جيت دابا ما عاد كنكتشف في هذا الشيء، عاد كنكتشف حقيقه شي حاجه يلاه كان
مكتشف انا هذا الشيء اللي كاين هنا. اشنو اللي تقول العرسان اليوم؟ ها؟ العرسان اش تقول لهم؟ اه سيدي نقول لهم ماركم تعود عليهم، وهذا هذه معريض ديال العرسان. يعني انا كاين شي حويجات اللي عجبوني بزاف هنايا. يعني اليوم كاين شفتي هذا الحفل البهيج هنا في المركب الرياضي بدار البيضاء. تبارك الله على هذا الشيء، هذا الشيء زوين كيفرح وكيبشر بالخير، وكنتمنى ان شاء الله التوفيق لهاد الناس اللي حاطين هاد المعريض ديالهم. داك الشيء زوين، انا اول مره كنجي كنشوف بحال هاد المعريض بهذا الحجم وبهاد التقنيات، وتبارك الله هاد الشيء زوين. الكلمه اللي تقولي للجمهور ديالك. الجمهور ديالي انا كنقول ان شاء الله تسناني انا غادي نشوفك وتشوفني في رمضان ان شاء الله، وكنتمنى لهاد العرسان التوفيق والنجاح ومسيره ان شاء الله طيبه. وعليكم السلام. مدام ماها العمل ديالي كراع لي غوب دو ماغيي. كيفاش كانت المشاركه ديالكم في هذا المهرجان؟ غزال pour la première fois c'est très bien, c'est pas très bien الحمد لله. اول مره كتشاركوا ولا؟ وي اول مره c'est pour la première fois. وي c'est pour la première fois. الوغ ورينا كيفاش هاد الفساتين هادي كيفاش كتتم العمليه ديال الصنع ديالهم. تيز تي غوب برانسيز اللي من لا تركي، هادي من لا تركي من تركيا. دونك c'est sous forme d'une princesse, la robe de princesse. D'accord. Donc une robe princesse on appelle ça. Par contre celle-là, c'est une robe espagnole. C'est de la haute couture, oui, c'est de la haute couture. Mais l'Espagne, c'est une robe sirène, on appelle ça une robe sirène. Oui, 2013, oui, c'est la collection 2013. D'accord. Ça, elle est de France, c'est une robe très simple aussi. Elle est très belle aussi. L'actéria. عندك هادي وعندك هادي من لي زيتازوني aussi. اه من لي زيتازوني، سي اون روب من لي زيتازوني. دونك عند طالبه فيها بزاف، وعندك هادي سي لا روب بلو سكسي. سي لا aussi. سي لا aussi وي. لا ما عندي لا معلومه، سي كالجيزه شيت سور كوموند. سي سور كوموند من الاسبان، من لا تركي، من لي زيتازوني، من لا فرانس. Tout pays, je ramène les robes de Marie. Je vous en prie. الاسم والنسب الشخصية ديالك. نعم الاسم ديالي انا الحاجه عائشه الرودانيه، ولكن المحل عندنا مسمي ملك الابيض. اي لا لا. بالنسبه لهذا المهرجان اول مره، معارض اخرى شاركنا. مزيان مزيان الحمد لله. في هذه السنه ولا دابا هاد المهرجان عندنا تقريبا كل نقافه تاخذ عروسه، هما تقريبا 10 ديال العرايس، مي حنا كل وحده تاخذ عروسه ديالها. المنافسه مزيانه مزيانه، الناس كيشوفوا الجديد، وحتى الناس هما كيتعرفوا بكثر في هاد الميدان وفي هاد المهنه. ونتمنوا من الله لكل نقافه تكون كتجتهد ويكون داكشي في المستوى لان مشاركه معاهم في الجمعيه. انا ما مشاركاش في الجمعيه. شحال فرق العمل ديالكم؟ الفرق العمل ديالي انا عندي بزاف، عندي تقريبا حتى شي 40 واحد، لان عندنا كنخدموا هكا وهكا. ممكن تورينا شنو شي حاجه جديده؟ دابا 2013 كاينه العماريه. بالنسبة لهاد 2013 عندنا العمارية كي كنقولوا ليها ديال مراجا، أنا سميتها مراجا لأنها كبيرة كتهز العروسة والعريس بجوج، ولو دابا أننا دايرين الكرسي غير ديال العروسة، ولكن الجلسة ديال مراجا اللي بحال ديال الهند دابا ما درناهاش ما صوبناش. تقريبا ملي كتهز العروسة يعني كخاصها بزاف ديال الناس. عندها 10 ديال الشبان اللي كيهزوها. تماما. هادي هي تماما. عمر وقعت لكم شي طرائف شي حاجه؟ لا لا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، وما نبغي حتى لشي واحد الحمد لله، كل شيء كيدوز مزيان. بالنسبه للخارج المغرب انا ما شاركش خارج المغرب، لا حاليا انا هنا في المغرب.
تمام ما كان مشكل. مرحبا. سلام سي زوين. السمية ديالكم والعمل ديالكم؟ تبارك باهية. العمل ديالكم اللي هو؟ اللي كارت مارياج. يعني كي داير المشاركة ديالكم في أول دورة ديال الزواج الجماعي؟ هذه ماشي أول مرة، هذه ثالث مرة ونتشارك. ثالث مرة تشارك في جميع لي ستاند ديال المغرب، في طنجة، في تطوان، في كازابلانكا، وتنشوفوا تنعرفوا الناس بينا حنا، حيت بعض الناس ما تيعرفوناش، وتنحاولوا نعرفوا الناس بينا حنايا. هاد المعارض، هاد المعارض، والناس ولاو تيجي عندنا تيعرفونا، حيت حنا تنديروا لا كرياسيون دو كارت دو مارياج، وتنديروا لامبورتاسيون لي دو. الوغ وتنعرفوا الناس بينا، ان الناس ما تيعرفوناش بزاف، وتنزهلوا الامور على العرايس. اخي ما كاين هو هذا ديال بسم الله الرحمن الرحيم، لا برودري مصوب تقليدي، ولا بورت ماروكين، لا بورت ماروكين. سجين بورت داكشي الرومي ما بقاش يعني، ولا شي حاجه اللي منت تنحاولوا نديروا شي حاجه تقليديه مغربيه، تنحاولوا نحافظوا على الاصاله المغربيه. انا لو بوت ديالي هو نحافظ على الاصاله المغربيه، تنحاول نصوب شي حاجه ماروكين باش ما نخرجوش على التراث ديالنا. هذا هو الهدف، الهدف هو هذا. وتنصوبوا اشياء كثيره بحال هذه ديال داكشي ديال الحريم سلطان دورين. تنصوبوا اي اكزاكتومون، هما هادو عندك، هادو عندك، هذه تقليديه عندك، الناس اذواق عندك، بحال هذا الستيل بالديزاين طبيعي سامبل. لا بليبار دي جون تيبغوا حاجه سامبل. شرحي لينا هذا كتمثل التاريخ الروماني ولا شي حاجه؟ هادو اشياء رومانيه، هذه فكره ديال واحد النهار شفت واحد الفيلم ديال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاتني الفكره اني نصوب رساله ديال عهد الرسول، وجاتني الفكره وصوبت هذا الشيء هذا بحال هذا الشيء، هذه شتي هذه بحال الرومان، صوبناهم باش نبدلوا له ديزاين ديال لي كارت دو مارياج، حيت كاين اشياء كثيره وداك الشيء مزوق بزاف، وداك الشيء الناس مابقاوش يبغيو داك الشيء اوردينار، ولا تيبغيو شي حاجه ما كايناش. حنا تنجتهدوا وتديروا المستحيل باش نكونوا ساتيسفيت مع الناس. زيد ابو صابور رئيس جمعيه شبكه الاحياء اللي جهه الدار البيضاء الكبرى. يعني كيف جات المشاركه ديالكم اليوم في هذا الزواج الجماعي اللي اول مره ربما كيتنظم هنايا؟ اول مره كنشاركوا في هذا الزواج الاجتماعي، حنا عندنا ثلاثه ديال العرسان اللي اختارينهم، وكينتموا لعائله معوزه، وهاد العرسان ما عندهمش واحد التكاليف ديال التدبير ديال الزواج، لان الامكانيات ما كاينات، وكيحلموا يديروا بحال هذا العرس. والحمد لله حنا بالاتصالات ديالنا مع الغرفه الصناعه التقليديه، مع جمعيه التنميه في الدار البيضاء، تواصلنا مع النقافه ناعمه اللي كتبقى مشكوره، اللي كنا تطوعنا غيكون عندهم واحد العرس غيستافدوا من هذا الزواج، منهم تنقافت، منهم غيكونوا عندهم واحد الراحه في واحد الاوتيل فندق ثلاثه ايطوال، وغيحتفلوا بجميع كما كنعرفوا العرس اللي كيحتفلوا من العائلات الميسوره، هاد الناس هما غيحتفلوا. وكاين بعض العرسان اللي ما عندهمش امكانيه السكن، قلنا لهم هاد يعني هاد الماديات اللي غتحاولوا تضيعوها في هذا العرس يمكن تضيع في السكن ديالكم في اشياء اخرى. والحمد لله كنتمنى، لان اليوم التسعود ديال العرسان حنا كنتمناو يوصل لعدد اكثر من 20 مستفيد السنه المقبله، وما يستعملوش العام مستوى الدار البيضاء يكون في المحمديه في 3 مليون مديونه في النواصل جميع جهات الدار البيضاء الكبرى، ونتمناو عاد يكون على الصعيد الوطني في هذا مجهود جبار. يعني ما لقيتوش اكراهات ولا مشاكل في التنظيم ولا في التمويل؟ لا الحمد لله التمويل ما كاينش، التمويل لان السبونسور على الغياب ديال هذا، لان السبونسور ما توجهش لنا. كنتمناو السنه المقبله نوجدوا لهم هذا الدوره الاولى، والدوره الثانيه تكون احسن، وتكون تمويل مادي، والممول يكون عندنا اكثر، ويكون حتى الماديه لان بغيت تخدموا حتى هدايا يكونوا اكثر. والحمد لله كما كتبقى تقتصر شي على المكافات اللي تطوعوا، وبعض المنظمين وغرفه الصناعه التقليديه جماعه المعارف اللي تما تطوعوا في هذا. والحمد لله كنتمناو
يكونوا ممولين، لان العرس في طلب تكاليف والعائلات المعززه ما تقدرش توصل بحال هذا العرسان، ونتمنى تكون تستافد اكثر من 20. انا السيده نعيمه كمال معروفه بالمراكشيه كنكافه. كي دايره المشاركه ديالكم اليوم في الزواج الجماعي بدار بيضاء؟ انا المشاركه ديالي كتكون على طول العام، كنحس بعمل انساني بالنسبه للعرايسات اللي ما عندوش المستوى باش يركبوا في العماريه، حنا كنطيحوا لهم هذا المستوى هذا، وكل عروسه كتمنى انها تشوف راسها في العماريه، وحنا ما كنحرموهم شي من هذه الفرحه، كنتساعدوا معاهم وكنعملوا لهم عرس وكيكون جماعي وتيكونوا الحمد لله. كنشكروا كاع الناس اللي هما دعمونا وعاونونا، وكنشكر الناس المسؤولين والناس اللي منظمين هذا المعرض كله، والجمعيه اللي هي تكلفات في هذا الاطار ديال هذا الزواج الجماعي. والحمد لله كنتمنى العرايسات كلهم نكمل عليهم الله ويعطيهم ربي ساعه سعيده. الطريقه اللي كتخدموا بها انتم في التنكافيت واش طريقه مراكشيه ولا بيضاويه ولا اي منطقه؟ انا مراكشيه دائما، انا كنرجع للصناعه التقليديه اصلا، انا ملي انا كنبغي هذه واحد التراث اللي ما خصناش نهائيا نلغيوه من التراث ديالنا. كنساعدوا هاد الصناع التقليديين، يعني هما الحمد لله ديما موجودين معنا وحنا موجودين معاهم. شنو الكلمه اللي تقول العرس اليوم؟ العرسان اليوم كنتمنى لهم السعاده، وكنتمنى لهم دخول القفص الذهبي بكل فرح، وكنتمنى لهم ان شاء الله يكملوا بالصبر. بهاد العرسان اللي كنقف فيهم ما نمثلش هاد الفرحه اللي قداش كتصور. الحمد لله، اللهم لك الحمد. الشعور ديالك اليوم هاد العرسان عندك هنايا؟ انا فرحانه كمجوجه وليداتي. الله يكمل عليهم بخير وعلى خير. يعني اليوم انت خدامه مع المعلمه ديالك سعيد، الشعور ديالك؟ واش نقول لك؟ ربي اللي عالم. فرحانه بزاف وتبارك الله عليها، والله يكمل عليها بالخير والله ييسر ليها ويكمل على هذا العرسان ويكمل على كل ما ساهم في هذه المظاهره. هذه ماشي مظاهره، مظاهره زواجيه. هذا المجمع راه في حد ذاته راه تظاهره كبيره ان شاء الله. جمعيه اش تقولي لها؟ وخويا هذيك هي الشكر الكبير ليها، حيت بلا بها ما غنكونوش. وزاره الصناعه هو تبارك الله عليهم، وهذا الشيء في المستوى، وشكرا لهم بزاف بزاف اللي تاحوا لنا الفرصه وتاحوا حتى لهاد العرسان مساكن باش يفرحوا ونفرحوا معاهم، ونتمنوا لهم الشكر، نتمنوا لهم مزيد من الازدهار. شكرا، بارك الله.